العصر، وفضل الجهاز الفني نادي الاهلي ان هو ما يعرفش الناس فين الملعب اللي هتلعب عليه التمرين الرئيسي، مزيد من السريه، مزيد من التركيز قبل لقاء مهم امام نادي الزمالك. كوبر بيوافق على تدريب منتخب امريكا بعد المونديال. مستر هكتور كوبر مدير فني الارجنتيني ومدير فني منتخب مصر تلقى عرض من الاتحاد الامريكي لكره القدم عشان يتولى تدريب منتخب امريكا بعد كاس العالم روسيا 2018. احنا كنا قلنا لحضراتكم ان كان هو اخذ قرار انه بيستكمل عقده مع منتخب مصر وما يجددش التعاقد، واعتقد ان بوجود مستر هكتور كوبر في كاس العالم بفوزه بافضل مدرب في افريقيا، النجاحات اللي عملها مع منتخب مصر بترجعه لبؤره الضوء اللي هو اصلا كان موجود فيها، واحد من اهم المديرين الفنيين اللي على مستوى العالم، عشان كده جاله عرض من منتخب امريكا، واعتقد ان هو هيكون قريب جدا من الانتقال لتدريب منتخب امريكا بعد روسيا 2018. كولم